بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تم عمل لجنة التدابير الاحترازية في مدينة كلباء بالشراكة بين إدارة شرطة المنطقة الشرقية وإدارة الطب الوقائي والدوار والجهات المعنية المختصة، واللي من ضمنها بلدية مدينة كلباء ودائرة التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد البشرية والتوطين. طبعا تهدف الحملة إلى توعية أصحاب المحلات التجارية بالاستمرار بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19، وأيضا توسعة الفحص الطبي من جانب الطب الوقائي بالانتقال الميداني ليشمل إن شاء الله جميع المحلات التجارية في مدينة كلباء. طبعا فترة الحملة بتكون تقريبا مدة أسبوعين، طبعا تشمل جميع المحلات التجارية والمناطق الصناعية والصالات الرياضية، وأيضا من جانب الطب الوقائي بيكون هناك طبعا فحص مجاني لجميع فئة العمال الموجودة في المدينة. وفي النهاية طبعا نشكر جميع الجهات المشاركة على هذه الحملة.